بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الفقرة التي يقول فيها دعاء مكارم الأخلاق، واستصلح بقدرتك، أو ما ورد فيها بدعاء مكارم الأخلاق، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. خلينا نفرق ما بين، يعني وهذا الأمر فرق فيه المفسرون بين كلمة أصلح وبين كلمة استصلح. أصلح يعني من حيث الأصل، اجعل في أمري صلاحا، يعني أصلح لأمري أنه اجعل أمري صالحا من حيث الأساس. المفسرون هنا قالوا أن الله عز وجل حينما خلق الناس خلقهم على الصلاح، لذلك لم يكن من داع ليأتي بالدعاء طلب أن يصلح الله أمرا هو صالح، يعني أنه يا رب اجعل أمري أمرا صالحا، اجعل حياتي صالحة، اجعل فطرتي صالحة. ما هي الفطرة صالحة؟ لا توجد أي حاجة إلى أن نطلب من الله ما وفره الله عز وجل لنا فيها، نطلب ديمومة الصلاح. صحيح. لذلك قالوا كلمة استصلح لا تعني هنا طلب الصلاح، لكنها تعني أكمل ما فسد مني، كمل ما فسد مني، أعطه صفة الكمال. إذا أنا صدر عني أمر هو غير صالح، أمر هو فاسد، الدعاء يتوجه إلى الله عز وجل أن يحسن هذا الفاسد الذي قد صدر عني، وأن يتلطف الباري سبحانه وتعالى بكرمه برحمته بأن يحسن أحوالنا، بأن يغير سوء حالنا إلى ما هو أحسن. واضح الفارق؟ يعني مثلا الإنسان مرة بيدعي الله بيقول له يا رب خلقني وأنا على صلاح، بيقول له طب ما أنا خلقتك على صلاح، يعني ما في داعي لهذا الدعاء. مرة عم بيقول له يا رب أنت خلقتني على الصلاح وأنا صدرت مني الأمور السيئة، صدرت مني المعصية، صدر مني الزلل، فيا رب تلطف بهذه المعصية التي قد وقعت بها، بالذنب الذي قد وقعت به، وأحسن حالي، بمعنى اغفر لي، اعفو عني، بدل سوء حالي بحسن حال، وهكذا. واضح؟ إذن هون استصلح هو طلب التلطف بالعفو والمغفرة وإصلاح الحال الفاسد اللي أنا أفسدته، مش اللي هو فاسد أصلا، اللي أنا أفسدته. بهذا المعنى لو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا بعض الأمور التي تفيدنا في كيفية تلطف الباري عز وجل بأمورنا، بحيث أنه يحسن لنا فيها، يحسن أمورنا ويحسن أحوالنا. جاء في ذكر الحكيم: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طبعا مسألة أن يبدل الله نفس السيئة وأن يجعلها حسنة هي من الأمور التي شغلت بال العلماء، كيف يحصل ذلك؟ كيف تتحول نفس السيئة إلى حسنة؟ وصار فيه الكثير من التفسيرات والتأويلات لهذا الأمر، إنه إنسان
ارتكب ذنب الكذب مثلا، سيئة ولا مش سيئة؟ سيئة. شوي استغفر الله وبيقول له يا رب يا ريت بتغير هاي السيئة وبتجعلها حسنة. انه طب بفهم انه مثلا اني اطلب من الله اغفر لي، اعفو عني، ان لا تؤاخذني على ما قد اخطأت وعلى ما اسرفت في امري، لكن نفس الفعل السيء ان يتحول الى فعل حسن واؤجر عليه، هذا ما كان يحتاج الى الكثير من مؤونة التفكير. طبعا عمدة هذا الكلام هو الإيمان بوسع الرحمة الإلهية التي لا حدود لها، التي لا حدود لها. إنه الإنسان ممكن مثلا أن يقع في قلبه الرحمة ويعفو عن شخص معين أخطأ في حقه، لكن أن يكافئه على الخطأ هي اللي بتحتاج إلى مؤونة زائدة في الرحمة، إلى أمر غير متوقع في مسألة الرحمة. فيما يخص الذات الإلهية، الله عز وجل يتعامل مع الناس بهذا المستوى من الرحمة، لذلك رجاءنا بالله يجب أن يكون بمستوى ما نتوقعه نحن من رحمة الباري عز وجل. واضح شو الرجاء؟ أرجو يعني هذا الذي أتمناه، هذا الذي انه انا عندي فيك رجاء، يعني اللي هيك دل عليك، اللي ثقة فيك بحيث ان اطلب منك يا رب. ينبغي ان نثق بالله عز وجل في امور هي ابعد من قدرتنا حتى على الخيال في ان نطلب من الباري عز وجل من جزيل رحمته، من عطائه، من مثوبته، من رضوانه، من لطفه سبحانه وتعالى. بالذكر الحكيم، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في مغفرة وفي رحمة بأن يبدل السيئات بالحسنات. وين بتبرز المغفرة؟ بالعفو عن السيئة، بأن يغفر السيئة. الرحمة وين بتبرز؟ هي نفس هذا، هاي المغفرة هي رحمة، لكن بتبرز بشكل أشد حينما يبدل السيئة بالحسنة. وقت اللي بتصير هاي السيئة هي حسنة. جاء في أمال الصدوق مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. بيوم القيامة الباري عز وجل نحن دائما بيقدموا لنا الصورة اللي فيها انه الانتظار الطويل والمشقة لكن واحدة من الوجوه في ذاك اليوم هي ان الله عز وجل ينشر رحمته على العباد. هلا كيف هي وجوه هاي الرحمة؟ حدود هاي الرحمة؟ احنا ما بنعرف، لكننا نرجو، لكننا نرجو، نرجو ان تصيبنا رحمة الباري عز وجل، نرجو أن نوفق لنيل الرحمة وأن لا ننال شيئا من عقاب الله ومن عذاب الله ومن الحسرة في يوم المحشر. إذن نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع من أسوأ الخلق، ألعن الخلق للعن الباري عز وجل مباشرة اللي هو إبليس، حتى هذا يطمع في رحمة الباري عز وجل. نبارك بهذه اللحظة اللي كتير حساسة الباري عز وجل بيغفر لي، بيعفو عني. فإذا حتى إبليس هنا يرجو هذه الرحمة الإلهية. وفي العيون مسندا عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة تجلى الله، مش إنه إجا الله، مش جاء الله مثل ما بعض معتقدات الناس، لا، تجلى، تجلي يعني برزت عظمة الباري عز وجل،
تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن. بصير هذا التجلي لمن؟ لأفراد أهل الإيمان، للعباد المؤمنين، فيوقفه على ذنوبه، لأنه هون شو عم بيعمل؟ عم بيحاسب. يوقفه على الذنب، يعني بيقول له تعال شوف هاي الشغلة اللي عملتها كانت قصتها واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح ولا مش صح؟ طبعا هون بكون تعلموا شغلة ولازم نربي حالنا عليها، هي الإقرار بالذنب بين يدي الله عز وجل. مما يفهم من بعض الأدعية أن أحد أسباب مغفرة الله عز وجل للناس إقرارهم بالذنب. مجرد أن يقر العبد بذنبه قد يكون هذا الأمر داع للباري عز وجل حتى يغفر له وأن يعفو عنه. فالباري بيوقف على ذنبه فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا. طبعا هو نفس هذا الموقف شغلة كبيرة، يعني في يوم ما بيعود بيعني لنا حدا، انه انا مثلا بالحياة الدنيا بيعني لي مثلا فرضوا نظرة الاهل اللي شو هي خي واختي وامي وبي واسرتي، بتعني لي نظرة زوجتي، بيعني لي نظرة اولادي، الاقارب الاصدقاء، بيعني لي ذلك. إذا كان شخص منشاف وذو موقع ومكانة عالية تعني لي المسألة كثير، إنه هول كيف عم بينظروا لإلي، كيف عم بيشوفوا أموري وأحوالي، بيعني لي هذا الأمر. أي إنسان منا هذا الأمر بيعني لنا كثير، نظرة الغير إلنا هي بالحياة الدنيا. طيب ما هو يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، المهم انه بيفر الانسان من كل هؤلاء، ما بيقعد يعني له. يوم القيامه او بالاحرى يوم المحشر موازينه لا تزر وازره وزر اخرى، بمعنى انه ما حدا مرتبط بحدا بشيء بقى خلص. لا، لان صاح شو السبب، شو اللي صار حتى بدل كل هذا الامر؟ الذي حصل ان حضور السلطة الإلهية، السلطان الإلهي، الملك الإلهي إذا حضر بيلغي كل شيء. مش إنه هني مش مهمين، مش إنه الإنسان في ذاك في تلك اللحظة بيه وأمه وأهله وأخته وزوجته وزوجة، مش إنه ببطل يعنوا لهم شيء، لا، لكن لشدة وقوة الحضور الإلهي هؤلاء مفعولهم بصير خفيف. أنا بس بدي أقول شيء من بعد هذا الكلام، انتبهوا لي رجاء. بالدنيا واحدنا بيقول يا ريت الأرض بتنشق وبتبلعني إذا انعرفت، شخص متدين شوي، إجا حدا كتير 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 عزيز عليه وكشف سر من أسراره اللي ممكن تكون كتير سيئة، أو إذا افتضح بين الناس بيتمنى أنه لو بيموت بلحظته وما بيصير هيك. في ذاك الموقف هون ما بيعودوا يعنوا له، لا، الحضور الإلهي أقوى. يعني قديش بيأثر فيه الحضور الإلهي؟ لذلك يا ليتني كنت ترابا أو كنت نسيا منسيا، بيوصل لهون الإنسان شوي، إنه الباري عز وجل هو بالنسبة له كل شيء، هو الذي يوقفك على ذنبك. الله هو اللي راح يقول لك هون أنت عملتي هيك وهون سويتي هيك وهون هذا التصرف كان بذاك الداعي أو بهذا الداعي وهون الغلطة اللي غلطيها. لذلك الوقفة بين يدي الله، بين الإنسان، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إيه من الأمور اللي أبداً ما نستهين بهولها باللحظات الحرجة التي يمكن أن يكون فيها الإنسان. فإذا يتجلى الله لعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً، من بعد ما بيعمل له هاي الجردة الوارد عن النبي عن الإمام الرضا عن رسول الله، ثم يغفر له بعد ذلك. شو هودي انت ارتكبتن ولا لا؟ للمؤمن
إيه يا رب، العفو منك يا الله. فإذا حينها يغفر له الله. هون يبرز شو اللي بيبرز؟ الغفور. فإذا يتجلى الله المحاسب على كل أمر بتجليات المغفرة، الغفور. ثم يغفر له، لا يطلع على ذلك. هاي القصة اللي صارت من الذنوب اللي كانت للعبد المؤمن ما بيطلع عليها، لا يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. مش نحن بنقول انه الاعمال، وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون، لا لا لا، هاي الاعمال الخير. في هذه الاعمال السيئة الباري عز وجل أهل الإيمان الذين رجوا في الحياة الدنيا أن يدخلوا في حصن الله، في عصمة الله عز وجل، الله عز وجل يحفظهم إلى درجة إنه الخطأ اللي هن موجودين فيه، اللي كانوا عليه، لا يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حدا من الخلق. هذا أمر بيحصل بين الله وبين عبده المؤمن. لذلك حرمة المؤمن إلى هذه الحدود العظمى الكبيرة. يعني واحدنا وقت اللي بيعرف مش شغلة عن متدين وبيروح بيشهر فيها، حقيقة لازم ننتبه، خاصة وقت اللي بتكون المسألة مجرد خبرية، مجرد خبرية، إنه أنت شو عم تعمل؟ أنت عم بتواجه، أو بالأحرى عم بتنال من إنسان الباري عز وجل بيوم القيامة قد يتكفل قسطه ويخبي عنه. هو في حصن الله، أنت كيف بتقوم بعملية فضح؟ أنا بعرف هلأ بعض الأشخاص، مثلا هلأ بأوساطنا بعض الأشخاص، منهم المتدين، منهم المعمم، منهم العالم، عن جد عالم، صاحب جهاد ودور وإلى آخره، وقد ما بدكم بتطلع خبرية لا أقلها، لا أقل فلان تجوز، هي لا أقل. والله مرة سمعت تعييبي على شخص، عن جد لحد الآن ما فهمت شو منشأ، إنه هي يعني عرفته فلان مرته، يعني إنه إجا ولد جديد، قصدي من مرته، إنه ابنه مثلا كان مستشهد هو، مظبوط، صاروا يمكن سنة ونص سنتين، طب خليني يقول انه ابنه مستشهد صار له 6 اشهر، خير ان شاء الله، ومرته خلفت، حبلت وخلفت، انه هي عم بيعيبوا عليه، مرته خلفت. لحد الان انا ما بعرف، يعني اذا حدا منكم بيعرف انه شو هالعيب شو معناتها يا ريت بيخبرني، بس لحتى لي يعني وسع مداركي الاجتماعيه. طب لهالمستوى، يعني قصدي لهالمستوى، انه مثلا فلان لانه مسؤول عن المساله الفلانيه، هلا مثلا هذيك اليوم خبروني خبرية عن واحد انه هو بيمون بمطرح معين، انه عملوا انتاج لعمل معين ودفع جهة معينة مع انه العمل ما نجح، دفعوا مصاري، تفاصيل يعني على الاقل لازم يكونوا قاعدين عم بيعملوا على محضر الجلس لحتى يقدروا يضبطوا شو اللي صاير ويبلشوا يشيعوها. طيب السؤال هون، وقت اللي الله عز وجل هالقد مهتم بالعبد المؤمن وبأن يخفي زلاته، تبهوا مش احتمالات الزلات، انه يخبي زلاته، الى درجة انه بعض الحث لو واحد منا شاف الانسان بصورة مشبوهة، في حث من ببعض الروايات، كذب عينك، كذب اذنك، لعل في ظرف معين انت شفته بطريقه مقصقصه ظهر منه هذا المشهد، لكن هو يمكن يكون مش هيك. سبب حرمه المؤمن، في حرمه العبد المؤمن الصالح، في له حرمه، منشا هذه الحرمه هي الله عز وجل، منشا هذه الحرمه هي الله عز وجل. المعادلة عندنا لازم تكون انه من كان فيه احتمال انه مؤمن محافظ على حرمته،
مش انه احتمال انه اخطا فبقوم بهدك، مش هي المعادله اللي الله بده يثبتها. حتى لو كان عندي احتمال، كيف هلا نحن ممكن نختلف اوقات بالاراء السياسيه او بالاراء التفسير لبعض المسائل مع بعض العلماء، مع بعض الصالحين، مع بعض العاديين من الناس. على الاختلاف ممكن نهتك حرمته. هي بدنا نلتفت لها، يجب ان نلتفت لها جيدا. إذن ثم يغفر الله له، لا يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. يستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. في كلام في بعض هيك الروايات حتى هو بنسيهم، انه انا مثلا كنت مرتكب كذا وكذا وكذا، هو العاملين لي ازمه، حتى هو اللي شدت رحمته الله عز وجل بنسيه اياهم للانسان، ما بيعود يخطروا على باله، حتى لا ينغص عليه العيش الهنيء الذي اعده الله له في الحياه الاخره. ثم يقول هون هلا، فإذا وحدة وحدة بوقفه وبيسأل. أنا بقول لكم إيه، هون الله عم بيوقفنا وبيسألنا شغلة، مش إنه بتسكر الكاب، شغلة بتخلي القلوب تبلغ الحناجر. يعني شو الله اللي عم بيقول لي هاي الشغلة أنت عملتها؟ أنا مفتضح أمام الله، وأيمتين مش بالدنيا، لا لا، في حالة التجلي الإلهي على هذا العبد. يعني هو بيعرف انه هلا الله موجود وعم بيحكي معه. هي كبيره، هي خطره، هي بتفزع. بعد ذلك ببلش المغفره. تصور واحد، معلش بس هيك من باب المثل، منيح الواحد اوقات يضرب بعض الامثله على شغلات لانه اذا كان مجربها بيعرف قديش يعني قيمتها. مثل واحد يا اخوات صايبته نوبة بحصه، الله لا يبلي حدا منكم بالبحص، نوبة البحصة بيقولوا من أقوى الآلام التي يمكن أن تصيب إنسان، نوبة البحصة بس تكون نوبة نوبة. بمجرد ما تنزل البحصة قشطت راحت، ماشي بلحظتها، ببدل من الوجع للراحة. حالة الراحة اللي بتحصل توجد عنده حالة من الفرح الداخلي، السلام الداخلي. يعني وقت اللي أنا واقف هالقد، كل هاي يعني واحد مكمود قدام الله عز وجل وعظمة الباري عز وجل، وكل اللحظة لحظة ذنب، شوي بيقول لي شوف أنا غفرت لك. بأي حال رح يكون؟ كيف شؤونه وأموره وأحواله الروحية والنفسية رح تتبدل؟ أكيد شيء آخر، شيء مختلف تماما. فصار عنده تصعد، خليني نسميه بهي نشوة الفرح، نشوة السعادة اللي كان راهن كل عمره من أجل أن يحصل عليها، حصل عليها، غفر له ربه. بعد شوي وبيقول له وكل اللي أنت عملتهم خلص أنا كفيل بإني أستر عليك فيهم. زادت شوي بيقول له انت مين ما بدكش تخبر، حتى ما خلي حدا يعرف اي شغله، مش بس قصه ذنب، اي شيء انت بيزعجك ما بدك الناس تعرفه انا بستر عليك. وقت الباري عز وجل عم بيعمل كل هول، بصراحه معلش حتى لو طلع يعني المصطلح شوي مش مألوف، تشعر وكأنه بلشت تنبنى صداقة بين هذا العبد المؤمن وبين ربه. صداقة أنه غفر له الرب، هلا حاسب وغفر له رب، هلا هون رح بلش أخدمك، عم بعطيك خدمات، يعني صار في ود متبادل واضح شبيه بالصداقة، بانه ما راح خلي حدا يطلع على ذنبك، الامور اللي بتكرهها قال لي شو هي لحتى لي امنع الخلائق عن معرفتها، بيقدم له خدمات. بعد ذلك
قمة العطاء التي لا يمكن أن تتخيل. ثم يقول لسيئاته كوني حسنات. أنا أكاد أن أقطع إلى الآن معنى، لأنه مش عم بيقول ببدلهن هون، مش إنه رح شيل السيئات وحط لك حسنات، نفس السيئة تصير حسن، يعني وكأنه خلق آخر. على الأقل خليني أحكي عن حالي، أنا لحد الآن هذا المستوى من الرحمة ما عم بفهم، عن جد ما عم بقدر أفهم كيف يمكن لسيئة هي بعينها أن تتحول إلى حسنة. مثل ما أنه ممكن واحد يكون قدام شيء عظيم جدا 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 جدا، أقصى حد شو ممكن يقول؟ سبحانك ما أعظمك. لمين؟ للي خلق هذا الشيء العظيم الذي يحير العقول والألباب. هاي من الموارد اللي ما بدأ إلا سبحانك ما أرحمك وسبحانك ما أعظمك، أنه شيء بيحير العقول والألباب، شيء بيحير النفوس والقلوب والوجدان. نفس السيئة تصير حسنة، قديش الرحمة هاي. فإذا هذا فيما هو مرتبط بمسألة أن يبدل الله عز وجل السيئات بالحسنات، أن يكفل الباري عز وجل، أن يكفل الباري عز وجل عباده من أهل الإيمان بحيث أن يستصلح أمورهم، بيتكفل بأن يصلح أحوالهم. فلان تعثر، هو بيتكفل الباري عز وجل بأن يتداركه، بأن يسدده، بأن يهديه، بأن يثمر جهوده فيما يرضي الباري عز وجل. قديش بعضنا مثلا بسبب ذنبه ممكن أن يبتلى برزقه، بوضعه الاجتماعي، بعافيته، بهدوء البال، يبتلى شوي الباري عز وجل، هول موارد الابتلاء بيجعلهم حسنات ورفع للدرجات هني ذاته. لا، لأنه يريد الباري عز وجل أن يتكفل بإصلاح حالنا.